يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. أي مثلا الدرس في هذا السجل بفضل الله وبرحمته، إذا الجزء الثاني لدرس المراقبة من سيد رب الخالق سبحانه وتعالى. المراقبة من سيد ربي ذين إقلاق الذي يسعون كل إنسان مؤمن لثو ذا الذنس ما درينين مراقبة سيد ربي الذي سرق بالعادة سيد ربي الذي يعقيب اللي سيد ربي سرق به خطر إنسان إياه دقيقا سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى إنسان دقيقا إنسان درسقا إنسان إياه دعوسن وإنسان كتبن دشوين دن أهضر دشوين خدم أنشتاقين إلا قال عقيب الدين زدوان ليس إن لم أغدي سرقا أي كتف لنا أي نخدم أي نهضر أي نخدم أما ذين دفاع كبونا أما ذين دفاع إن خلص الجوار هنا أذي كتف لنا ما ذين العيام أذي كتف لنا ما ذين نظم هذا في مجال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إذا سيد ربي سبحانه وتعالى ذي سرق أنا ذي سرق ذي عباديش ويطيب ذي عباديش بشد ثرقهم أنكر ثرقهم أنا عقيب لذين سيد ربي ما تنال ذي سرق دائما وأبدا في جميع التصرفات وين أين نخدم أين هذه اللي دفن دي جماعه النقدين لا نخمس الجوار هنا إلى قدر جالسين ربي في الحسبان بلين أنا ديزار أشتغل ما أحوجنا إلى المراقبة سيد ربي ديك خصن ديك خصن دي تذر بمذان دي العصر قيت عشان ديك في السماء العلماء لا إفلسنا رضي ربي إفلسنا رحم ربي إفلسنا رحم سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى إقرار العبادة المفقودة سجين العبادة إن شو وسيد الجار الذي في الحسبان ونصرق على سيد ربي والحقيقة خلينا نتقارن كيف أنخدم الفعيل غس أن تستحي مع ربي العبادة كلهم تزرنا وتزرنا ما نخدم دي الحوايج ولكن نود الجار سيد ربي ذي الحسبان ذي الحسبان بالليم أنا غدي تماخر مراقبة سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ماذا قال لي ساعات في عبد الجويس أنا عقيب الليم دائما سيد ربي الجويس إلا من كل ما يحرك إلى قد يعقب لي سيد ربي هذه دي تما هذه دي شوية من كل ما ردي يديك راه سيد ربي رز دي سل ومن كل ما دي غير كرز دخل الخطريس هذه يعقب لي سيد ربي يعلم يعلم شوية نيان يقول لنا كنا شوية نتاع تاج دخل الخطريس وماذا كنا العبد يصوت باش يعني سيد ربي يصدر كويس يخشم اليوم الدرجة من الدرجة للإحسان ما يكش الدرجة للإحسان يحمي سيد ربي العبد رجع يا ربي من المحسنين يتمنى سيد ربي قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يتشيرهم الوذي لان للمحسنين إذن ما يكش مليون الدرجة للإحسان إذا ذين أكد قرن في محمد صلى الله عليه وسلم أكد قرن ذا شغل الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الإحسان ما أتعقل بلي سيد ربي إذا قد تعقل بلي سيد ربي أما كنت شوية وما ذلك لو كنت شوية ذا رأى عقيم اللي انت شوية كي ما ذلك لذلك شيني تساعد أشتغل بوي أبشر أقيك إلى أقيك من المحسنين إذن ما أحوجنا إلى المراقبة من سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى كان مثلا إلى قبل أن أقيم المراقبة سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى تساعد أزال دي ثو ذات بمذان وزم هذا أنا دي أتمي زر يعني ما توز نظر الإيمان إنك ماذا قلنا زولة صلاة ركعات داخل المسجد نعم ماذا قلنا خصام دي يقوس يقوس ثلاثة صيام خصام دي قس ماشي دي قوانش تقيه قال دي ذن الإيمان إنك ولكن دي ذن الإيمان إنك ما في قيمة وحديش ولا شو يكيد يزرع يوندر رب العالمين دي العباد وكيد يزرع ودي أتصل حويجك ديك شمنا بخي الخطر تدخل وين يوغزي لربي ولكن كف حتى نفسيك جهد تمسيك ديننا غادي يتبان الايمان ما تجهد النفس تجهد الهوى ديننا غادي يتبان يتبان الايمان مثلا ماشي دي العبادات الظاهره ولكن العبادات الباطنه الباطنيه ذاك كي يتبان الايمان ذاك مثلا وخاصه مراقبه الله في الخلوه مراقبة سيد ربي غاش تستحي لك يا عباد الانسان ويزمان هذا يشوف الخمار تصل عباده ونزر بلي تشري الخمار اي خطر تستحين العباد وزمان وزمان لا تزرنا من بعد تزرنا بلي غير روح الخمار غادي يعطيك راس الشراب غادي بشد هذا يشوف وانا ما انتقى غاشي كاين يدرك تقول السرع ولكن في الحقيقه وحدس
إيفس أدي وأنا هاد مشت سيو ثمان ساعة عشرة أنا ديت سوون غلط خمس هاد سيكا جو بني ديت سوون ولكن يتستحق ويعبر مرة ولكن سيد ربي سبحانه وتعالى مذي يتستحق سبحان الله إذا كنت تصر إذا المراقبة دي الخلوة ما في لد واحد ولا شو كنت يزرع دي النعيم سبحان ما ذا قلنا صحيح الإيمان سبحان الله خطر العبد مريني يقصد اللي يخدم كرجل وتمسك وذي عيسر أنا عقيب لهم ويزبير أنا ناس يخدم زين ولا نمدنا حتى شو ما قاين غربوس اللي ما خير جهة ذي فوس مدي دي زرارة يوم اللي ما قال جهة زي ما تقول دي زرارة اللي ما خير الزين اللي ما خير الفير وخاصة اللي للعب دي خطوة هذاش اللي خفي الطيقة اللي خفي الثبورة هذاش تكشمل ورا وهذاش تكشمل ولا أبعض ولا أضع هذا توش ديس هذيك شمل هذي خسر كل جوية اللي بنكمله ولكن تشوي في الجهة اللي ويتما خير غربوس ويتما خير أنا الجهة وفي الله على خطر إذوينا أورن جنرا إذوينا أورن أورن جنرا ودي صدفرنا لا تأخذه سنة ولا نوم وإذن سكوا قرب الغرب والسفر ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ولكن الإنسان يتشوم منش يسمى خير كل جوية ولكن الجهان سيدا كل يسمى خيرا ويسمى خيرا ما منش وإذ وكنا من عبد المسكين على خطر خير لي خذ المرض الأعمال وحدث مريض ويسمى خيرا نسوي يسمى خير مرض الجوية نسوي يسمى خيرا إذا صرف بس إذا ربي إذا أتعذر بالله إذا أتعذر بالله العمل يسألني إذا أني ذي لهم سبحان الله ماذا قلنا ما ذكرت شيئا ماذا قلنا ما ذكرت شيئا فهم ضرب لهم وكذي شوية رأسي لربهم وكذي سرقة رأسي لربهم بين أدخلهم عقب لهم إن شاء الله كافر كافر بأتم معنى الكلمة تضرب بلي سيدي ربي كيديش ما خير آخر بلي كافر قلنا ماذا قلنا ما ذكرت شيئا تضرب بلي ما خير كيد سيدي ربي ولكن تحقر أخجر وكاد يقرن ما جعلتموني أهون الناظرين إليكم أشي مريض أنا حقر مخجوري سبحان الله كما يتبذل إذ كرد ابن رجب رحمه الله عن أبي حامد الخرقاني رحمه الله أدي قرن ابن غسل الإمام أحمد إمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه إن الدنيا غسل أبي أحمد الخرقاني سينا لأبي أحمد لأحمد ابن حنبل إن الجاء القصائد الرقيقة يجد خدمة ذكاء القصائد ما كنت يشفرها من خدمة ذكاء كل سنقبالي يخدم القصائد إنيس القصائد يجد يسر قلق ويلعب إنيس تهدرد في الجنة تهدرد في نيس لا شوف يثبت هذه النديسل إنيس الإمام أحمد فلسي رضا ربما إنيس أبي أحمد الفرقان إنيس لا شوف هذا النديس لا شوف يسفر يعني الشعر كان يفغض هذا كتب سلامة يدرسني إنيس نرد القصيدة إذا ما قال لي ربي أما استحييت بذنب أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني أسي قال إنيس ثنرد بالنعمة ماذا قال لي إني يتسي يا ربي أشي ما هو يتستحضر على المصادين أشي ما يتفرض الذنبين كان في الخلق مرة أقوى وكشي نتسبرز ذي تسبرز ذي تسي العصيان تسفقين ذي الدنوب كان يتسيين العصيان كان يتسيين غروري إنيك مانه من إنيك تسي يا ربي بشار استرد الإمام أحمد إذ فلسي رضا ربي وإذا تسمي دخل من القصيدة يجب يكشم هذا خير خمديش يرتي مبتن يتسلو ما كنت أقول أدي قارن الطالب ينسي لك يتسلوها مجعلة أدي مثل ذي مطول أدي قار أدي زدي تعاوها إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني تخفي الذنب عن خلقي وتبارزني بالمعاصي وبالعصيان تأتيني خسرت يعني أما سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يتغار مريني فعصت سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى وفعصت ثقب العباد ماشي الزيت العباد مرة فلو يبقى فلن مدن ولكن سيد ربي مثل يرى ذي الحسبان تخدم لكن هي هو ينوس مكتوب على المعنى ذيش الخالق سبحانه وتعالى سبحان الله ثوبان رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل إن دي ندى رسول صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقواما من أمتي لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بالحسنات مثال جبال تهامة فيأتي الله عز وجل فيجعلها هباء منثورا قال ثوبان يا رسول الله جلهم لنا قال إنهم من إخوانكم من بني جلدتكم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل كما تأخذون غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها كان يتمثل يعني من حديث مشبيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن يقلع في النقص يشمل عبد غدا خيويس إنك لن الأقوام دي الأمين أن روح اليوم القيامة الحسنة أزل قدرار التهاب أزل أما كان أذرار الجرجة للحسنة إنك دي الزيس إذا ربي أفينك نخدم لك المرة أثين جعل ذوق بارا ديرو إنس توبان رضي الله عنه إنس بلغد ويجري وثنيا أولي ديكشن ويجري
الى شبي كي تثبت الاول اتصل انا ما كنتصلش تصوصوا انا ما كنتصوصوا تنفيل بكذا ما كنتنفيل ولكن ما لقى منه حد شي ولا شو ابن الجزران دي عيبات يتعدينا في الحرمات شي دور زاد كلي مثل خطر ما كندير لنا ما كنتش ما خي مره فلنا العباد والزمره من بعد ما قلنا غاشي دار ما دي ما كيغربوش شي ما خيرا من بعد اللي فوق لحد الناس هذه يخدم للفواحش ديال المنكرات شرب الخمور هذه يخدم كاين يوبي شي دار كامل وشي دار في ديك هذه الحسبان اللي هي عاد ذاك الشريخ المره اليوم كامل على خطر يتعدى في الحرم شي دار استحى يا عباد شي دار بما يستحى الله اكبر الكريم مثل اذا يجب أدي لي العبد وحدس أدي لي العبد وش مثل ديزان أدي لي العبد هذا في عمك بولا التقن أدي التلفزيون استار الإنترنت يصير وين يو بي سي دربي الخالق سبحانه وتعالى وش ما قيارة وش ما ربي أدي ما قي العيب كان وش شوية نار ولكن وش بس دار وش ما قيارة وش شوية ذي نام سي دربي الخالق سبحانه وتعالى اللي وش ما قيارة غوص وذي نسوي في قارب قارب من غوص مرات أدي قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا إنك تسوذني أخزرينك تسوذني عباد تشون سيدر تسوذني عباد وتسوذنا سيدر أخذ زور العباد جلس زي ولكن أخذ زور سيدر ولا سيدر لنا زي سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل أبي ذر الغفار رضي الله عنه ينزل يا أبا ذر اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن إنس يا أبا ذر إنس اتق الله حيثما كنت إنس وضر بتثبتين معناه أتعقيد بالنعمة أنت في أي مكان تضغط هي ضم وحدي كما قال ربنا مذي ذي الله في عمد ذي فافورة مذي ذي السحرة غمد بذرار أنت تضغط هي أقوى ربي أعقل بالنعمة أن سيد ربي في الله عاصي مليك عاصي مليك في الحدود أن سيد ربي قلت عدي ضرر في الله سبحان الله كما يتمثل إذن سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى دي قال سواء منكم من أصر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار إنه سيد البادي قال سواء ثنيد يون ووي ذخي وي وثد النظر تفرد لكن ووي ذا النظر سيميك في الفضاد يس كيف كيف غربار زرعين إنه قوي في زرد ذخي ذا النظر إنه كيف كيف ماذا قلت الشيناء دي الضخام في واحد كيف لد دي الطيام وحدك نعم ماذا قلنا قواس خدمت شوية اللي يتفاد قواس كيف كيف زرق الدير زرق قواس زرق ذي القيام زرق ذي كفاد أين تخدم مضمر رانا على الله سبحان الله سيدنا زكريا أي مدن عليه السلام دم غار ولا خزر كان يتمدن سيد ربي سلد سيد ربي إزار اقرص سيدنا موسى عليه السلام قال سيدنا هارون ما رحنا الفرعون قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى رحت وتسوذ كستوفي نكي قليل من اللي سلم وشوية سيدنا زكريا عليه السلام واحد سكان كيان يقدع سيد ربي الناس نغى سيد ربي فكذا يبدو النبيه فكيد مين أتسعوه مين أري وارثان العلم كان يدو هكا ذري سنة يجان يدو كذا كيان باش يعني وصو حالا وتصبع حالا يرى ويش ويزديسيا ولا لا نرضى في زديسيا صرف كان يتمثل إذ نادى ربه هذه سورة مريم عليه السلام يقرد كاف بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاف هيا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا مشتكي مروز دي سيارة ويونس دي سيارة حشو من ذي دقيقة سيد ربي رئيس در جواب قبل إنس يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لما نجعل له من قبل سمية إنس زكريا إنس قيف كاكين ميك وسم مغاسين في كاكين في كاكين ميك من أسين سم مغاسين يحيى سيد ربي إنس اللي مثلا إنه مركز الدقيقة حكود إن أمك دينا إن تدور دي لافيون وكذي يوم العالم في الكعبة سيخرة دي حكنا كذا مسلتاج إن تدور دي لافيون إن دي إيم إن تقيمة الخطر التخميم إن الناس ناس دي لافيون لو كنا يدرس قضى درس قي درس قي الحسن أثنو غي جمع إن دي العالم قيل في لسرة دي لافيون إن تدور يا أخي إن دي يوم بفريد السحرة أنا بدي في يوم الجمع يتوازن لك يتوازن لك إن دور حال الصلاة صدر كعدنا إن دي بدي في غرور يحكي تمسك إن دي 20 سنة من بعد بدي أحكي مثل هذا سيد ربي يرزقيت سيد ربي ذا رزق الحسن قريب في نغاسة في نغاية جامعة ناس أخامس دي دوني سبحان الله كيف ماذا سيد ربي نسلم وكذا كم يند ذوي وكان يند وين دلت من الطرف يمو يسيانا ولكن سيد ربي سبحانه وتعالى يسلي يقرد سيد ربي قويس وما تكون في شأن
وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إنا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه ولا يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أين ثبوت الهيض؟ أي فو أكل فو العمل الخدمة أي فو الأمكانية اللي نغز نغلو ثقيل اللي ذكر نغز بس إن خز عقيد السيد رب سبحانه وتعالى يعلم شو إيش نعمل وإيش ما نبي صار أي نيف فر العرب وإيش ما نبي ذس ما يقل العرب واحد إيش نج وإيش زرع نج خدم ما أين تفر الدخل ويك ويث زرع وإيش زرع ما تحمي ذكر أنا أذكره وإيش زرع ما ذكر مثل شام ما يدخل ذكر أنا نغز نغيا وإيش ما نبي صار أي نيدن أي نيخفن غفلنا البنادم أبسمع البنادم حاشا سيد ربي خلق أنت سيد زراوي سيد ربي زراوي إزراء نجمة سبيل الله ما العادي إزراء ما دير إزراء سبحان الله يقرب إن الله لا تخفى عليه شيء إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء أما ذكيني أما دير قاع ولاش نجمة سيخفى سيد ربي الخلق سبحانه وتعالى يقرب أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون إذا ترى وإذا ما ينادي مهدر جعلنا الدمية مهدر من الزخر من الزخ ولاش ميس نسيان ينادي جعلوا ينادي جعلوا سنسية غيرها إلى ذنكين إن سياسا إلى دكور والملائكة إنما نكتبن غرس دينا مدي فهو والك فهمت مدي عيب فهمت مدي ريش فهمت إم يحسبون أن لا نسمع سر ومنجواه بلى ورسولنا لديهم يكتبون سبحانه خولة خولة بنت ثالة بثروح دغر الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت ثقين يوث تبطط يوم الصحابي إم يقرب أوس ابن الصمد الأنصاري أركز كيم قرضي يعمر مسعيه يكرب وطبيعة استخسار من بعد هكذا يكره ويجرسن ويجرسن إنش كميلة حارضت في الليل إنش أنت كعالية كظهر يومي الظهر إسقارا من وقت الجاهلية ولكن يعتبر الطلاق للإسلام فمتو ذاقين فروحي دغر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس يا رسول الله ثوين يدنا أوس ابن الصمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يزدحك كنت الناس حارضوا في الناس يا خولة ذي خلاص يفرق واش تجدنا كذلك ونين يفرق يا رسول الله الناس أنا سعد أخر صيوة أوس فوزو مرة غير ورسي تسعد أخر إذ كيري رسقي ضربي الدريا غير ورس ماذا قلت لك أخذني دغر وري أضلصم ماذا قلت لك أصلي إنسان أضعن أم يأخذنا الناس حارض يا خولة ذي خلاص بين أولا كيف فريم وسعد شو ما أدير عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين أكنت حذر لميزة الدار خولة من رسول صلى الله عليه وسلم تقول عائشة أم المؤمنين في ندر كراني مسلين سيغة سنكر النظر ما سيغة سنكر مكان كيلو ويد السيغة إلا ظهر لنا كس السيغة ركبين ولكن الخالق الواحد الأحد سبع سماوات نزل لسورة المجدلة الآية تمزور مرة فلاسي في ذي نزل لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير إسلت شيء رب الخالق سبحانه وتعالى يوم أنك نمز تهدر خاولة الرسول صلى الله عليه وسلم وين يزد سبحان الله إذ كيزد الحل إذ مثلا إذ مثلا إذا سيد رب الخالق سبحانه وتعالى إياك وإياك تجعل وإذ سلاما وإذ زرارا تطوف تلكات أفزرنا بكات ذكر الضيان ولا قرانا صح قرض خزون سيد ربي نغش جعيد بالله سيد ربي سبحانه وتعالى ودي يتقسر لي يعرف مرينا اكثرت احقر اخزون سيد ربي غير ورس اجما في دي فيو شوت شوت بعد زيد زيد بعد زيد زيد بعد زيد زيد بعد زيد زيد ولكن الانسان هذا يمكن غفر وحدش مريت عندنا في حدود سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه اعداد افيون افيون رخام تذكر لي مثلا يقول الانسان مدكريش خدمت الدكتور اف جي باش تزرع باش يقدرون ديك خامن كي تجي من المدينه المنوره ماذا قال لك صاحبي غير ملوك الدار ملوك ايك خص كرام ملوك ايك شوابي من اي نيفوني هذا صار عمر بن الخطاب كي تشغل قال لك شنو دابا باش اليوم الحين قمن سلمني على راسي سلا ناس على خي بخامني سلا ناس على خي بخامني يوم تنطوط تهدر شي ناس في ناس تنطوطني باش خدمت زوج جويف كي دير هذه المدينه المنوره فنيسا نغينا فنيسا نويسا مالك يوفكينيما كنا نعطي نغور لا كونتيتي ما تسلسل هذا كنا ذلك على كثر فنتقد يليسني فنيسا يما أمير المؤمنين عمر يوكيا إنها يغضي ندر نوثا لما نويفكي ما قيد كان يثبتل ورنونا لا ما نويفكي يخمم بجيم ألسوني غاشيا أيفكي أين إلين دس حانسن السجن 14 القرون يديها يجد حق يدير لا تمسلتها السجن ستر الحاجة إلى الطبيعية
كرب ندرس نعني كرب ندرس دي بيا ده حش عبي جاي من دشون السري مجا ولكن قصدك شيء قرع عمر الله خطاب رضي الله عنه إن شو شو قصة مثلا عمل بيفكي بس دي فكرة كن بير أتشون الغشيت درس حسن فنيس يمسني فنيس أيلي فنيس عمر بن الخطاب يتوس هذا ده زار كير في هذا نصف كير ده زار فنتقطش شيء دنيا فنيس آيات فنيس إمام فنيس بوق زار عمر بن الخطاب أربين عمر بن الخطاب يجمع خيدينا إنيس السارة نرقب عمر بن الخطاب يكرهكم كان ليس رحسة خامي ليس المتقدس الزوجة أم كرثوم أرضي ما وانا وأرضاه ليس مثيرا وخامينا في كيس التفاصيل ليس نور روسي وندقولا ليا ضخش يشتنيا فقيدا تخلقت ليس أنا رقب سيد رب هذا الإنسان لقد دائما وأبدا أخذ بلاد وين جاي مرت بعض من الإنسان ربيح عشان ودعم وتصن دمدرا ما ذي جهة وركز ما ذي جهة تمطوط تمطوط ما دوت ما دوت تمطوط خطرت إنك تبع الدين يقدر رسول صلى الله عليه وسلم فضفر بذات الدين تربت يده ومن رأي حجر بحالة برحل أركز يتبع أبريد الدين يتكيف ربه باعث يلحون ذنسي محدا ملك لروح داره وكذا إذا جاءكم من طردون دينه وخلقه فزوجوه اللي قال رسول صلى الله عليه وسلم يكرد عاصم مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ليس إنيس بس كانت يعمل أيام تخصصي بعد يوم بس عاصم مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذي شو من جديد فوق تمسة تجيم خذ كذا تخصص تجينا شين أنا كامل لربي سبحان الخالق من بعد إميت شو عاصم سعد يتخصص تي مقر الليلة والليلة يوم بس أنا وام عبد العزيز بن مروان الخليفة إيش يوم أنا رخام الخليفة غير بغري وسعد يوم كلاس عمر بن عبد العزيز وذ الخليفة الراشد ذي ننس في سويس وسلك العباد الدولي في سفكر يسويس المي في العمر الدولي ما قل يكسي سيد ربي الدون وخام إلا كان كي يوم أوردينارا من خامن من الدنمرة ولكن يرفضي سريون وخام حاشا خامن في صوص لما قيجي في الخامن خطف ليش يلا ربي ونسوي ذلك إلا يوم قرص نوح ابن مريم أركز أجيب ديون يسعى عن العلم ويسعى عن الثقافة يسعى عن التربية ويسعى عن الأمس العالي يسعى عن الحكمة من بعد أي مثلا يدام ديون يدس المكان القرض لعبد نعب الإسكرا قرص مبارك ذا شو نسينا إنيس يا مبارك إنيس يا الديني غير يستفر كينا ينطزوري لأن قد يستعصر إنيس ويرث في كيس المهمة إنيس أنا تستعصر إنيس يربع ويذا ما تستعصر يبس بسنا ربنا يعداد ورقز نعم النوح ابن مريم يعداد رمكان إنيس إنيس يا مبارك إنيس قد شطح زوري نتنش إنيس يربع يا سيدي يروح يكسس دقاجة زوري ويستد بعد يفضل صغير فضل الناس ماشي دوكي يلقى في دواء الناس عاود يدوي ويعاود يدوي ثم يدوي استثمارات يفضل زكر الناس يا مبارك مش تشدر شي مقارنة زكر أبو زيدان الناس يا سيدي الناس ويد شجع ذرا بل الشرط يزور إنيك ثم ضيد عسيد الناس والله الذي لا إله غيره الناس تعقف زور تلا عمر صاريضة واسمي تسخن لا عمر صاريضة خطر شكاريد باش هذا تعسى ولكن ويد النظر باش شو تفكر ذيك كان باش هذا تعسى سبحان الله يوهم ورجزني ونعم يعني يون سرق سيد ربي إنيس يرنا ملك شيء يقهر إنيس ده يتزرد مي عجبي إن شاء إنيس ولكن سيد ربي سرق خطر في قضية المهمة غير حساس ما شيء ما قلنا يهيد سيد نعم أرو خميس أركز نعم إسعيد ليس شو هذا رأسي الخضافن ولكن وش متيا وش متيفك إنيس يا مبارك إنيس بغيغ إنيس بغيغ هذا كده شو رأى يحكي تمسك إنيس ومرفق غيدي يجي انت قد غرور اسم مبارك ورقزي قيل وحتى رقيت صرقة من سيد ربي ما تشوره واني صرقة من سيد ربي دي من البردك صحيح إنيس إنيس يا سعيدي إنيس لنقنمة من الجاهلية إنيس تروحون أنت واش من القرآنين موسنا واني سعى الكتاف وإذا أنا الحسب للنسب إنيس أموز نغر تروحون إنيس أوذين تروحون أرويدا كيس عن شيء إنيس النصارى تروحون أرويدا كيس عن تسمقين الزين العبد تسمقين الصفة العبد إنيس اسمي اللي قضى الرسول صلى الله عليه وسلم تسمقين غير أخلاق غير تسمقين فرفر بذات الدين تريبة يدك إنيس تسمقين أرويدا كيس عن الأخلاق ماذا قلت هذه العصر جنة إنيس اختار ذو جينة المرء مع من أحب إنيس العبد وزر ده شيء حميد وزر غادة شيء حميد جنة يروح يدخل الناس يشوار الناس الناس كار بانك يدخل مغ لكن دخل مغ قوية يروح في كيس يخدم الناس مبارك والناس رقى من سيد ربي يقول إننا نبيك في كيس عند الفرق في سبت نعم أما كنت فرق في سبت تقشيش نعم إذا يسعني عمر بن عبد العزيز خطر تصرق في سيد ربي وذقش يشتكي ما سميت يوم مبارك تسعد يوم ميس قرن عبد الله بن المبارك وتسلمت مرة وتسلم يسمى
أركز أكيد الزاهد ذحبي من سيدنا بالخالق سبحانه وتعالى ما ظل ذي ربي ومتبه ذلك صوب الحشا فذلك يفد حشا بالقاعة صوب طرى ومتبه ذلك صوب الولي سبحان الله كان يمثل لسي الرسول صلى الله عليه وسلم كي دينا من السبعة سبعة سبعة دن إن دويدين أذلين ذي ثيرينو أسماء فكثيرين حاجة ثيرينو السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهم يدم لسبعه يقين ثلاثة يقيس رقم من سيدي ربي أكثر رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ذيون في المناسبة يعني يغريد الفاحشة كوين يوغي سيدي ربي كوين يسوغ بذر سيدي ربي أما كان سيدنا يوسف عليه السلام امرأة العزيز معاه الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمين إني سوغ بذر إلا ربي وبذر سيدي ربي والسن نظم أيضا إنه ذيون رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تصدقت يمينه يفكي الصدقة إنه بصفة يفكي تسوف سيفوس أزر ماذا يعني ما نسوين يفكي نوف سيفوس ورجل مستيثن إذن رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه اذكرت سيدر بواحد السور دولي وذي ديزران سيدر بالخالف وتسلم الزيت مدن أدد عمر بن الخطاب فيه دخل المسجد قال الله شعك يفديد أي تصلق يتسرق ولكن يقول ذا الورس يوثي ثارفية الناس إني سيدي عايه ويقيد خدم بك ولو كان واحد يدخل له مجلس زاد مدن إذا الإنسان دائما يصرق بسيد رب الخارج سبحانه وتعالى ويحمل سيد رب وذي يصرق سبحان الله يقرد أهيب ابن الورد رحمه الله أدي صوصينا دي قال اتق الله اتق الله أن يكون الله أهون الناظرين إليك وغورك الوضع ربي وغورك تحقر دخزور سيد ربي وغورك تحقر سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى شديد العقاب غص غفور رحيم شديد العقاب القناعة هيك صد كان مثلا السنه كان كان مد الشارع بين سبتمبر سبتمبر يفكر سيد ربي يوت العاصفة في الولايات المتحدة يوت تمر يوشي جميل هذه الدنيا يوشي هذا بلد الدنيا تبقى كل كل سويس جميل هذا إلى الاتحاد الولايات المتحدة سويس جميل هذا ولكن يفكر سيد ربي يوت العاصفة يوت العاصفة غاضوا كذي في حرب صوغ لبيك لفيتس ان السرعه اللي سيدي حو ازنت ب 163 كيلومتر في الساعه مره تعدد كف ثمور على الكاريب مره نوك صوغ لذحو الولايات المتحده قدر كان يتمثل الديكايك يقدر اجل 6 مليون لعيبه في غني خامس مره هجر في غني خامس وجمع هذا القبيل سلاسة ريوت سمير دار لافيون في قرفة على الطورنا دنينا فريد ويتس بقارس بقارس ذلك سنة إخامنا عدهم مليون دل نفس إخامن مرات كوشر أتخزر ثم وثم كيتو غال بالسحرة خلاص ويقيم وريف الديون ولكن إليون المسجد ذخي ذنا سبحان الخالق لا طورنا ده في حوم تعدادي 250 كيلومتر للساعة الشيخ نيناس وكلها ما فوق هذه المسجد إنه ضغط الزلاط ضغط الزلاط إنه خي ورا الزلاط أي مثلا الأذى ننسي يفقد غاسك الصوت اللي لطورنا دي يفقد الله أكبر يفقد دخل من الجنة خطر سيدي ربي اسمي سوش ما يقوم يقنع قيدي تكيف لا شو يسوي ذلك سوى سبحان الله كما يتمثل يقرد سفيان بن عيينة رحمه الله أكيد يقرد ورقة زيجا إن دلال المدى العلماء تسموصين زيجنين تسموصين زيج أتني جالب داخل مخنا وقت الدقرارة إن تسموصين ما تسموش جاعد دبرة الدوبة العلماء أكي خارج إنه من أصلح سريرته أصلح الله على نيته ماذا قلنا أين لن تقوليك يصفان على سيد ربيهم أين لن تشوف لك تصيح سيد ربيهم ماذا قلنا صديق تزدغ يقوليك تزز تقوليك يقال لك سيد ربيهم سيد ربيهم أكي يزيز لك أكي يزيز لك سوف لا كل سبب ذلك سوف زيت الخلائق مرة أتي يزيز لك يقرد أسيرون إنيس من أصلح ما بينه وبين الناس أصلح الله ما بينه من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس ماذا قلنا ذلك شنين العلاقة إلا نقرأك سيد ربيه تصفان سيد ربيهم قد يصح العلاقة العلاقة إلا نقرأك ذي عباد ماذا قلت سعد سيد ربي قاعدة ويدي عباد يزرع البغض ما كره لي غشي كره مشي الحياة ولا كره تجرب بالقاع الهواء تسلم في سمك كره ماذا قلت لا نشيل الفرز ضغط سمي سيد ربي إذا ماذا قلت صيحة ثلاثة إلى نقرأك قرأك دخل لك ولي قرأك دخل لك العلاقة إلى نقرأك دخل لك عاقي سيد ربي قد يصح العلاقة إلى نقرأك ذي عباد يقرب من عامل آخرته من عمل آخرته كفى الله دنيا ماذا قلت خمر يا خاطري وتسوي ذلك سوي وي أدي خمر سيد ربي الدنيا ذي يقال انا عقلك شي دوره يقال عقل دون دائما ما ادري اني ما يخرج يوم يا غادي نس ماشي غادي هذه خمك اللي بركه روزي غادي لا في شي ما يزك شي ما كيف لا لا العمل في الدين هذا العمل مو يخدم عليا ولا كنتشرنا نصوض الدين شي صحه ربي ديال عقل نس نصحيش ولا يخدم عليا كنتشرنا جزت في ديال غير كيفارك دين شي لا يبعد في الاسلام يبعد في الوعد الكامل غير اللي يفعل بعد الاسلام خطر المسلم اني ونسي اذ الخيار ديال العباد اذ وين ينفع
خير الناس ينفعهم اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيار ديال العباد وذاك يقول فعلا. إذا ماذا قال لك الشيء اللي تسمى قد دائما دي أخر دينك وتسوي ذلك شعب الدنيا دي كذلك سيخدم سيدة ربي ومن يتق الله من يتق الله خمدية خمدية تسوي ذلك سيدة ربي تخدم ذلك سيح فضم ربي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكي إذا القرآن الكريم آية إذا القرآن الكريم سيدة ربي تدينا ماذا قال لك تسوي ذلك سيدة ربي سيدة ربي غير دي فكر أكيد فكر أكيد الشفر دي بكل ما أزغ ويجد وحيدا أكيد الشفر وأكيد يرزق من دون نظام سبحان الله. كما مثلا إذا من يفسد وين الله دخل وين العالم إلى قد يعقب اليوم ويصلح على الإيمان اللي يسعى العالم لعبد قضيم كي يمنهم يسعى الإيمان لعبد قضيم وهي ذكان يسعى الإيمان سوى ضربيهم لعبد ذكان وهي مكيرا ونس من الناس البعيد السمي غشيرا وهي مكيرا كريه للإيمان الإيمان دويس يقرد سيد ربي دويس فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين العذاب إني سرجل وبقي واحد تجام ابن القيم رحمه الله الذي قال العلماء يعني اجماع العلماء تقول سليسل انك بلي ذنوب الخلوات ذنوب الخلوات وعريضه ليش ولا مريض اليوم ذمزه في غش ولكن ذنوب الخلوات هذه تستحي عباده سيدي ربي وفي تستحرى ذنوب الخلوات اللي باقي مره نقص شي ناقص يكفتسد الدين العام سينا مره اكل يكفتسد الدين العام اي مره ولكن ملايين من العبد يخدم الافعال العاليه وحدش وذي تزريون خطر بذمر بكانيك الإكسام ذوينا ما فيه ثبت سيدة ربنا في الدينيس سيدة ربنا سبحانه وتعالى هذا شيء كبر أجر القرحان سبحان الله كان يتمثل يقضي من الرجل رحمه الله إن دمر يخدم العبد شو يخدم العبد أين ندير وحدش وذي قرأ سيدة ربنا ذي الحسبان زمان بلك ذي الصفيق ويعيب المرة ذي قياه فيه استثيار استثيار الدول دلوا بس تقال معنا ذي سيد ربي المهم كنت سوي نرى الماجم بعد ذي الجاري أو وصل من هذا ذا قصر ذي الجاري اللي غادي نسند يقول كان يوم يجي لما ينوري تنسي ينوري تنسي ينوري تنسي ينوري بس وش ودي زرع وجه كا ويذنوا بالخلوات بين ذي بيجن سوء الخاتمة استثيار سيد ربي ذي تم ذي مثل عبد سوء الخاتمة ذي عايشة سوء الخاتمة اللي بعيد عن جربي ذي الجيمون سبحان الله كان مثل أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه من كذي قال ندي العبد مريدين يخدم يوث المعصية واحد السن ودون صلينا لموث وثبون صلينا للغشي حاشا سيدة ربي سبحانه وتعالى إن أدي فيك سيدة ربي البغضين سنغي ويون الغشي أدو غير أذكر له أذكر له أمر تسمى تسوي نرى أمر تسمى قول صدر نرى أمر تسمى تسوي نرى أرمس حاشا من يخدم حاشا من يخدم انت خازبين وحن تخدم انت حاشا من يتحمي يبقي وشو يقول زمان يتحمي سبحان الله التغيير مثل قد عثمان بن عفان رضي الله عنه إن ما أصر العبد سريرته إلا أظهره الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه إن كل ما يخدم يون العمل نديري يخدم وحدش وشوف ذي زرع الحشر به إن ولكن سيد ربوت دي قال ذي حسب السقارة المهمة تزرع الغشب إن أثدي في جنار بينا فوذ ميس أثدي في جنار بينا في لسانيس تعقي أين يخدم يون وين نديري في الجيضة وين بوجه الوزنس أخطر ذا رسول اللي قال عثمان بن عفان يسكبين إن تسيقى رسول صلى الله عليه وسلم اللي قال الذي نفسي بيده يقول صربي إن ما عمل أحد قد سر إلا ألبسه الله رداء علانية إن خير فخير وإن شر فشر إن ما يخدم يون يون العمل أثي يخدم واحد شو شو إذا صلاة يفرق في غش أو ولكن سيدة ربنا مستقى على المعنى ذي إيند إيند حشف جنس دي في جنس ربي أفوذ ميس إيند يرى ما يخدم ذين العايب دونك إذا أفوذ من سيدة ربي أثي دي في جنس أفوذ ميس ما يخدم ذين ديرين أثي دي في جنس أفوذ ميس محمد أبو سليمان الدراني زرقية مثلا كي دي قال والجزاكي إلى دنوين الخاسر الخاسر بعيد عن جربي جي المؤمنين إيند ونادي في جن الغش الفعيل العايب أثي في جن الفعيل العايب إيند ولكن ذي تبارى سيدة ربي صلى الله عليه وسلم وامتري لي وحدس حشين يوقع بيخدم خطر وزر لنا من دل ولكن الزيت من دل يخدم الفعيل يخدم الفعيل اللاي يند وقيل بقب كذا الخسر برغب هذا يخسر دوني هذا يخسر هذا يخسر يخر يحقر سيدة ربي الخلق خطر لني فهذا النظام ما لا يضرو كلام ديون نكون يغن خزاك لي يتمثل ما ريلي ما يعني يذلك يقدر الدعاء من بعد أسم قرب لهم يستهل مسكين نشفيه ماذا يضروا يدس وقسمي ديكر حشان عين العين وقسمي ديكر حشان فعيل اللي هناك يخدم وقسمي ديكر حشان هذا ذكر برعي مسلين أي لك اللي يخدم أكل وين إلها رانا في ذكر ولكن نشوي في حاجة أكثر من شوية شو يخدم دي الخفاء يعني
أتراني نظرة إذا شو يخدم وحيس أتراني مالي فقط فن من دين نظرة إذا شو يخدم سيدة ربي مولي ظلم يوم ولا يعلم ربك أحدا. إذا أنا أعقد دائما وأبدا بلا أين يخدم يوم هذا في خمس ماذا الذي يعين أسلي فيك ماذا الذي يمين هذا أسلي فيك سبحان الله أكام يتمذن إن مسروق رحمه الله إن من رافق الله في خطرات قلبه عصمه الله في حركات جوارحه الله ويجيان أدي قرب وين أدي قرن سيدة ربنا وين أدي خطر وين أدي قرن سيدة ربنا وين أدي خطر إن سيدة ربنا الذي منع ذي الحركات الجوارح أين أبدأ من الجوارح وين الدرك يعصم سيدة ربنا ترى يكون ولا شو يكون جربات هنا إما في مانيش وإما في الغير هذا نسيش هنا نقول له مصر أنا بحيدي فوق يوني أغيب أكا نقول له مصر أنا بحيدي فوق أم كيف خمس ليون أم كيف خمس يعني شو هنا نقول له مصر أنا كيف خمس والله من وإلا أنا بدي الدهني وصل أروك أم كيف خمس خطر شيء من وتخيل في الجوال هيك بالليل مثلا تحكي ماذا كي يعجب عقلك سبحان الله زمان هذا أفوسيك هيك خالد سخط وينو نهارا أليك هيك خالد سخزر وينو نهارا إذا ليك هيك خالد سحوف وينو نهارا أعطيك كذين ولكن ذي العمل مذينة قد شارك أن تقولي كذين أثني الشوفان أثني الشوفان يبري إليون الصحابي الجليل قال الشقير ابن شكل ابن حميد رضي الله عنه وأرضاه إن دوحة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وصي من كانت تعوذ ذا في كل يعني أدنى أعوذ بالله شو العمل ندرني قادنا أكنا هذه يعصر سيد ربنا وخدم قال أعوذ بالله إني رسول صلى الله عليه وسلم أنا والصحابيين إني سدني اللهم إني أعوذ بك من شر سمع وشر بصر وشر لسان وشر قلبي وشر مني لا سيد ربنا إذا عبد ذلك ذي الشر يدي كنت سمعينه وتروحين أنا وأخدم هذا الجسوسية عن سمع الصر إيوين خدمنا وين هذا الدم هو أما البصر لك أما الدرني هو تصفر قلم وهذا تصفر الله الحرام أما اللسان يكون دي ثغال الخبز الجميل أما البولي وتشيل لك البولي الجميل البولي أما البولي الملاقة يجبد نفسي بالعالم أكبر مثلا سيد رب الخالق سبحانه وتعالى يتوصي باليوم أن جهد نفسي لنا أدر جانب دائما وأبدا سيد رب يدير الحسنان خطر هو يخدم هذا يوم حاجه ما يعدد داخل الخطريس ادي عندي مجرد خاطر كي كدي خطريس بعد ادي الحمص داخل الخطريس بعد ادي 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 قز داخل ادي الصوم اي حاجه ما نقدر نسعى يزورن داخل الخطريس بعد ادي الشوف من بعد الجوارح ادي الفقر بعيد وين وين اللي هذا ديال الخطريس اللي كشمه داخل الكوليس بعد ادي الفقر غير الجوارح ولكن بعد كذا تكون حتى نفسي مجرد ادي عدد داخل الخطر كسر اعوذ بالله اعوذ بالله وتصوتر وينك حال ربي يقضوا الذين جاهدوا فينا الجهد التنفسي في الجهد الهوى والذين جاهدوا فينا لنهديناهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين سبحان الله وني خدمنا ندير وتشفار الوين العين وني تمنينا ندير العباد وتشفار الوين العين وني سعيش بدي حرام وتشفار الوين العين ونقدر الوالدين شو يسعيش وتصير رقيه وتشفار الوين العين وني يضر الجيران شو يتشفار الوين العين وني خدمنا ندير أمام ودي السنة ودي السنة وتشفار الوين العين يقال أن الزيج هو يبغى يقرأ سيدي ربي في دنيا في الحسبان في دنيا في الزخرة سبحان الله الكعية المذن إذن يقرد ننس إمالك بن ماغول رحمه الله يتخيم يحمل ذي قيم وحدس الذي ذكر سيدي ربي غادي تسبيح الذي يتسلو وحدس ننس سبحان الله وتسخي يقرأ لوحده إنك ألا تستوحش لشو مسينا وقزك إنس أي استوحش مع الله أحد إنس أعطار وإنك صدق سيدي ربي وإنس لغا غادي خاطر للصح مستحيل حجر أخاك وتسخطر إذا ذنوب الخلوات يقلع في سيدة ربي مراقبة سيدة ربي اللي قال العبد سيدة ربي سبحانه وتعالى مريني وحدس مريني وحدس خطر لها إبادة أخدم ذري اللي درس في عبادة غصة سرقة سيدة ربي ونزل في عبادة ترقبه ولكن المراقبة خاصة لما في ند الخلوة أنا بعيد عن جواب من الفواحش والمنكرات أما ذلك الذي ذكر الله أما ذلك تكشيك وين أين أموال الناس بالباطل أما ذا المكر ذا الخداع تخزبين أين يسوون مباطل بعيد عن جواب جوانين الخسران الدنيا الخسران الأخر سبحان الله كما يمثل إذا الإنسان مجرد أيادي فكان كيدين الضغط الخطر يسمي لهذا يخدم أي نهاية إلى أدعى وذا ذي سمي بشد أدي أخر واجتنيهم وتشي مغرر الزخي ويش ودي تفغر دي الجبال حيث لو كان لنا دي نقاسي ربي دي الحسبان
أني نخر بدن أم كان يدين الإنسان إنسيم يتساكل إنسيم يتساكل إنسيم يتختل سأين الفقراء المساكين إنسيم يغدر الوالدينيس إنسيم يضر الجيرانيس إنسيم يخدم الفواحش المدينة حرم سيد ربي ذي عيف لأس خطر إنسيم 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 دائما وأبدا الذي قال أدي قال سيد ربي ذي الحسبان أدي صرقات سيد ربي في جميع الأعمال سبحان الله كما يبذل ولكن هناك سوية يكون دينسيم دينسيما لذمورة من الإسلام ولكن والخصة رأي الفعيلة في الإنسان ذلك كبارا نخدم الاعتبارا ورغي سيئة قروية أنا نظر بقية ونزمة الوارثيش ونزمة الوارثي يضيب أنت أسعود المحاكمة صفت دلاسة الميسة صفت أثمات صفت قذي تسميلي صفت الجيران كسيد سيم الجيران اللي قاعد يدمي أثن نربحنه فات كما يتبذل أنشتاك يوم قلت يا قرار ليدين فينا الإمام الشافعي في الأسرة الأوروبية يقرد قد القرار باللي نغير الزمان نغيرين خاطر بني نقار الزمان البلد كيون الزمان في عيفة حقا خاطر الزمان ولكن ماشي الزمان يديرين في عيفة اللي نكون يغيرين ماشي الزمان يديرين يقرد نعيب زماننا والعيب فينا بس القرار ذي الزمان الزمان هو ذي عيفة ولكن العيب ذي نغير الله ماشي ذي الزمان وما لزماننا عيب سواه نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونهج الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا إن ذن أسمى قالت زماننا وذي عيثنا نسقوا لذنب ورياسا إن ذنب قالت ينطق الزمان إذن ذنب غير سودي يقال وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا إن أشن السلام أقسم أشن الذي ولكن كنا نعطي يشكو ولنا بزالة زيبا سبحان الله كيف قال يوم التاجر يوم من التجار التجار الإنسان يقال تخزر كان سبحان الله أننا لدى نخدم ونصف غارة أنا نخدم وأرث بلا لما ونصور نصف الليلة للدبو إذا أتسوا هذا الخدمون حم سارة سبحان الله أم كان ثايرا أم كان ثايرا تشتر تصور بين الخدمة أه ترى ما تسعر هي هذه المنتوجة المنتوجة هذه الخدمة هذا الخدمية هذه حاجة السمانة أتشتني غاشيا هذه حمد سيد ربي هذا إشكار بلا الحاجة اللي يسلي عايد تنفع ما كان القاري ينفع بالدل ولكن مجزر الحاجة اللي يسلي حو أسيس نقص دي الميزان أتسي الزوار دي لكاليديا أسيس نقص دي كل شيء أسيس نقص باش هذي يربح هذي يربح أكثر نسعر سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى هذا سيفي وثم دنينس ما بقى ذاك الشيء اللي يحيي غاستي غير هذيك الشيء من غير ذاكي هذاك سيفي ارمي من راسي سيد ربي الخالق ثم دنيني ولا قرا راس الشر ولكن بالك الذي حرم صوت لكن قرا كني هذا العين من حرام يزيدك شي من غير ذاكي اي دي هو الفوليوم يزيدك شي من ذاكي ولكن كيف تحس سيد ربي اللي فويت حاجه فشار 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 يا انا ما فيش بعيد عن جرب يجيبوا لي ماشي كسر القناعه وهي سبب الحرام جاب لي شعور القناعه البوليس ادي شم انا كاين الثمن للحرب وشكون عمل يتس شكون عمل يتياس من بعد ما بيسال يمثل الفقير الزخين شي الزخين شي غادي يمثل الفقير كيكير سبحان الله خطر ويحمي ذرا سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى قال الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله خزف كيف مثل هذا قال يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أم من حلال أم من حرام إلا دي يسيو لوقت في العباد إلا دي كزو يسمع غيره ماذا قال الذي يحيي دي سكشم لك إلا دي جبيس لاضي حرام يسمع غيره المهم يسكشم لك جبيس ولا تنسعيش السجن إنسان الخالي يسمع قال يسمع قال دائما أعصيد ربنا يسمع قال كنت ما قال لنا الصلاة من أين سارك نعم أثحق طوال من النار ولكن الراتب النعم أنت ما قال لنا غديك لبنا الراتب إنسان أين هي ذلك من ذلك تروح أكني فرح إذا ربا ذاك يروح كيف قرش محمد الحسين في الأسياء فورنا إذن أنا ما قال لنا كنا غديك لنا كنا يغدي قسما أنشكل إذا تسغل ذلك من القلعة إذا تسغل ذلك من الفركة أشحاد العباد الشبوة تسعيش ولكن في كيس نسيد ربي الفركة أزن ديك الشبوة وين هو من إنان ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ولكن يجد النعم بعيد عن جربين جنوني يسكشم السويد ومز من غسل ذي حساب ولكن ذي حرام وتصفى نرى نبوين العالم عاشم كم عشت من كل هرم كل مثل سنوذ المجد المثل العالم أنت بصار جنال صدى في وحيس كريف مثل فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى سمك سيد ربه ثم عشت وعرض سبحان الله فكان يبدأ يروح إلي يلقى ناس معايقين بذي الوقت إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنسان يقصد كيفنا في بيت المال المسلمين بيت المال المسلمين وقال زاد كان مثلا أكني يكشم معايقين بيت المال يفتح تابو ثمية غنيز ديون ديون دير يفين دير هم ديقا أما كان يون دينا يفين دينا ديقا يروح يدمي ذي يفكيس ديون دبرا عمر بن الخطاب رضي الله عنه نساء أخويه يفكيس أكني يقول يكشم سخامي هو يبقى قرص عمر بن الخطاب ولا دير هم نيم يتفدمي سنين الفوس إنه إذا معايقين بس يسوي فشكاسر وخامي فقط ينزل شيء خدمة عربية خدمة تمسكها
ذا شو أخذ يا أمير المؤمنين إن إيش شو تديرها ما قيست كذا من إن إيش تبغيها تبغيها ذي تقبل الأمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا يتخصم يوم القيامة في ديرها الأمة محمد صلى الله عليه وسلم إن إيش إذا يتخصم في يوم ديرها أرجع خذ ما يا رئيس يا رئيس نكون السكين ويسخن من سخنايا سبحان الله سبحان الله كما يتمثل إذا المراقبة سيدي ربي ما تدري هي ردة الحسبان أنا عقيم لي الرضا سيدي ربي أذي يرضو في لنا ماذا نصر قبس نقاري ما ربي كنت ما خيرا القانون القانون يتخدم ماذا قلت فضي وفريدة كي عاقب من أدن ولكن ماذا قلت تصر قبس سيدي ربي تصر طارك في القانون إذا ما تنقض سيدي ربي سيدي ربي أذي يرضو في لك ولكن ذنوب الخلوات ما تخدم الذنوب وحدك وليش ممكن تزال نصر قبس سيدي ربي سيدي ربي أذي يرضو في لك المراقبة سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى تسيس المحيط بين الخلق أكحميني غشي سيدي ربي ورود ميه خطر فكرت الدين الحسبان سيدي ربي ورود ميه ولكن ذنوب الخلوات ماذا قلت خدم الذنوب يقالت أثر بويضا أفلنا من دنا سيدي ربي قال ربي الحسبان سيدي ربي أن يجعل الغضب سيدي ربي الغضب ذخي يقول لله إذا ذكره المرة بدنا المراقبة سيدي ربي ماذا قلت الدين الحسبان وضغل لغرة ذي الغلطات ولكن ذنوب الخلوات ماذا قلت خدم الذنوب ودي راسي دار بين الحسبان اثنت السينه اللي تشوف ابو غريت طرحات كانت مثلا المراقبه سيدي ربي ما دكر سيدي ربي دير الحسبان سيدي ربي كيف كان الخاتمه العين حسن الخاتمه ولكن ما نقدر ودي راسي دار بين الحسبان بعيد عن جوبي جي نقول نشوف الخاتمه مو تنسين سيدي ربي ديون الخاتمه باقي ديال الولايه ديال مشمس ايوان انا غيموت ديال المدينه المنوره ديال المسجد النبوي الشريف يسجد غطايم يكتب بس عفيف إني جرى ولكن ذينا كان كجكرار ميتلات كان يموت يوم واحد سين سعيشين يسوى الخبر أرمينا ونزرنا وزرنا وزرنا تكسر ما كان قارقني يموت زدقي خمسة سبعين برمي تفاري حني مرة نقل الجيران الكامل اللي بون في يقولين أصلاً تقو فندي وفندي يموت زدقي خم أخزر موت يموت وجه حسن الخاتمة أخزر سوء الخاتمة يموت وجه ولا صار قبل سيدربي ما صار قبل سيدربي حسن الخاتمة أصيح ربي جميعا يبدل ربي حسن الخاتمة الكاهي مثل إذا المراقبة سيدربي تسوي دي سياح بني تسياح لها ولكن نعم ماذا قلوا صار قبل سيدربي ويربح الدنيا ويربح يغفر سبحان خالق أكيد مثل رجع يا ربي من المؤمنين حق الإيمان رجع يا ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم أهل الحق حقا وارزقنا اتباعه وأهل الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.